اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ واسمه يوسف مش عارف ايه او حاجه كده. الواد يوسف ده الاراجوز ابو زنبلك ده بتاع يوسف حسين ده واحد كذاب ولد ساقط فمسمي نفسه جو عشان يرضي سيده. المشكله مش في جو، المشكله في من وراء جو. فلاح مش اصيل انه يعمل فيديوهات يفبرك بده شعر كده اتحدد يحلق شعره. لا ده راجل تاني. يلا يلا عندك شغل. اهلا بكم في جو شو. بكم في جو شو. جو شو. ويلكم تو جو شو. اهلا بكم في جو شو. جو شو. يا ساكت يا ساكت. جو شو. جو شو. جو شو. اهلا بكم في جو شو. اهلا بكم في جو شو على شاشه التلفزيون العربي كل يوم خميس على قناه العرب الساعه 10 مساء يوم الخميس على شاشه التلفزيون العربي من كازابلانكا من الجزائر جنوب افريقيا جو من كاليفورنيا اندونيسيا اريزونا الولايات المتحده بريطانيا شيكاغو دالاس تكساس بلغاريا موريتانيا السودان اليمن كينيا. شكرا لكل الناس الجميله اللي تبعت فيديوهات مقدمه الحلقه على صفحة جوشو على الفيسبوك. أهلا بكم في جوشو على شاشة التلفزيون العربي. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أكتر حاجة في مصر متدهورة. لا مش الاقتصاد، لا ولا الصحة، لا بصوا هو كل حاجة في مصر متدهورة، بس إحنا النهاردة هنتكلم عن التعليم. بغض النظر يعني عن وضع التعليم في مصر، بصفة عامة أهمية التعليم الجيد دي حاجة ما يختلفش عليها اتنين. سمعنا حكم كتير زمان أثرت فينا بتفيد بأهمية التعليم، زي مثلا اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد. ويفيد بايه التعليم؟ وقت ضايع. ينفع التعليم في ايه؟ لا 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 استنى انت يا ريس دلوقتي. ده انا ما رضيتش اسالك عن اخبار التعليم في مصر عشان هتقول لي واخبار تحديد الناس ليه؟ لا انا كلام النهارده يا جماعه هيبقى مع وزير التربيه والتعليم اللي حرفيا كل يوم والتاني بقرار جديد مختلف عن اللي قبله، شويه ياجل الدراسه وشويه يرجعها في ميعادها، بعدين يخلي امتحانات الترم الاول مع بدايه الترم الثاني، بعدين يخليها مع نهايه الترم الثاني، يخلي الدراسه اونلاين وبعدين يرجعها في المدارس تاني. وحاسس كده ان الوزير متلخبط ومش عارف يعمل ايه. بس يا جماعه الحمد لله وزير التربيه والتعليم بص كده لكل البلاد اللي بره لها قافله على نفسها، عاملين امتحانات اونلاين حصر تجوال، بص لهم كده وقال طب ما هي بسيطه اهي، احنا بقى ننزل الطلاب تمتحن عادي. الكورونا اول ما سمعت قرار الوزير راحت مجهزه شنطتها السندوتشات الزمزميه وقالت مستحيل افوت طابور الصباح مع الطلاب. بصراحه يعني يا جماعه العشوائيه دي مش مطمناني، الناس كلها مستغربه ازاي الطلبه هتنزل كده تمتحن في وسط الكورونا عادي. واكيد الاعلام اللي دايما بيبقى مع شعارات ان المواطنين يخلوهم في البيت محدش ينزل اكيد بقى هيكلموا الوزير يسالوه هتعمل كده ليه وازاي. كل مدارس الجمهوريه هتستقبل طلابها. الحاله في مصر تسمح ننزل الاولاد المدرسه لا احنا حياتنا في خطر. اعداد الاصابات قد ايه في المدارس والجامعات؟ قد ايه؟ كام؟ بتتكلم في حدود من 150 ل 200. كام الرقم؟ ما وصلناش لل 200. 100 نقعد. ما انتوا متضايقين من الاونلاين، بتقولوا الاونلاين ما بيعلمش حاجه. لا لا قعدوهم في البيت. يجي السنه الجايه بلاها تعليم، بس ما تندموش في المستقبل. طلب يعملوا حسابهم، اللي مش هيجي السنه دي هيسقط. مش عايز ابنك ولا بنتك تروح ما توديهمش خلاص. عجبني جدا الكلام. مستنيين ليه؟ قعدوهم في البيت يا جماعه. انتوا خايفين على اولادكم؟ خلوهم في حضنكم، بلاها تعليم. عجبني جدا موقف وزير التربيه والتعليم. اللي مش عاجبه المدرسه يسيب. ما ينفعش تبوظ في وقت من الاوقات كده نظام تعليمي. فخليكوا تخوضوا التجربه وبعد كده خليها على الله بقى، ان شاء الله ربنا هينصرنا. كلهم بقى يقول لك وحياتنا يرضيكم ان احنا نموت في لا معلش امر الله بقى. هنعمل لكم ايه؟ مناعتكم هي اللي مش مستحمله قرارات الوزير. انت وحظك بقى، يا تنزل تشيل الماده يا تشيل الفيروس. امر الله بقى. ما هو ما حدش بيتعلم ببلاش. خليها على الله بقى، ان شاء الله ربنا هينصرنا. انزل امتحاناتك وان شاء الله ربنا هينصرنا. الطالب كده يرجع البيت امه تساله ها يا حماده مين اللي كسب؟ والله يا ماما هاتسي. تقريبا احنا. لا بس انا احيي وزير التعليم على حسمه للقرار بصراحه، يعني مش عايزين تنزلوا خلاص بلا تعليم، بس ما تندموش في المستقبل. لا براحتكم خالص.
هيفوتكوا تعليم واخد المركز الاخير في التصنيف العالمي للتعليم. ايه خرج من التصنيف؟ بلاها تعليم. بلاها تعليم. بس حد خد باله يعني من رامي رضوان قاعد يقول بلاها نتعلم بقى خلوهم في حضنكم بقى. بعدين راح باصص تحت كده اللي هو الحمد لله انا خارج بره المنظومه التعليميه دي، انا كده كده بعلم ولادي بره. انا اول مره اسمع الاعلام بيتكلم عن اهميه التعليم كده. سمعنا صوته يعني والرئيس بيقول يفيد بايه التعليم في وطن ضايع. بس يا جماعه ده موقف خطير قوي من وزير التربيه والتعليم. اللي مش عاجبه المدرسه يسيبها. ده بيتكلم عن التعليم كانه فراخ. لا مش عاجبك السدره سيبها خد الورك. والاعلام مستهين باعداد الاصابات. قد ايه كام؟ احمد موسى كان هيطلع ديته من جيبه واقف على الهوا. يا جماعه ده في دول بنسمع فيها العدد ده في المستشفيات، احنا عندنا بنسمعه في المدارس كده عادي وبنتعامل معاه. لا المفروض بصراحه ننزل ونعد بعض اول ما يوصلوا الالاف نقعد بقى. لكن بصراحه خلينا ورا وزير التربيه والتعليم، خلينا نشوف يا جماعه مش ممكن واخد احتياطاته ومظبط التعليم على الاخر؟ والمدارس يا جماعه مستعده اكيد، والثوره التعليميه واقفه على نزول الطلبه للمدارس. النهارده بقى في مدرسة يا جماعة ابتدائية لما كان مدير إدارة التعليم الابتدائي بيزور المدرسة لقوا إيه؟ حاجة كثير من دول العالم ما قدرتش تعملها اللي هي إيه؟ زارعين البانجو في المدرسة في البانجو في مدرسة في المنصورة. حوالي 3 أصاري 3 أصوات زرع. مصر دي أم العجايب. وبيقوموا بتدخين البانجو ده داخل غرفة الكمبيوتر. أم العجايب. هو ده اللي احنا عايزين نبني بيه جيل فاهم واعي وعارف اللي بيحصل حواليه. بالظبط طبعا ده اللي بنطمح ليه. لا طابور الصباح ده بقى موضة قديمة خلاص، دلوقتي بقى طابور الاستباح. ليه مثلا مش بيحيوا العالم، لا ده بيرموا المسا. أولياء الأمور بيودوا عيالهم المدرسة كده يقولوا بص يا مدرس خضر واحنا نعلي. المستر يقول ما تقلقوش من جد وجد ومن زرع حصد. المدرسين بدل ما يزرعوا القيم والاخلاق في الطلبه بيزرعوا حشيش. انا اسمع عن حد اتقفش بسجاره بانجو، انما حد يتقفش بمزرعه بانجو في مدرسه؟ دي جديده بصراحه. انتوا متخيلين ان هم لفوا المنطقه كلها لقوا ان امن مكان يزرعوا فيه بانجو والمدرسه؟ لقوا بيطفوا البانجو ويروحوا يشربوه في اوضه الكمبيوتر. اكيد بقى بعدها بينزلوا المعمل يحضروا المث عشان بقى يروحوا يشربوه في اوضه الموسيقى. دي مدرسه دي ولا مصنع مخدرات؟ بصراحه الناس معذوره، المنظومه التعليميه دي يا جماعه محتاجه سجارتين بانجو عشان تتفهم. انا بس مستغرب من تعليق لمس على الموضوع. مصر دي ام يعني العجايب. ايه المفرح قوي كده في الموضوع عشان تتحكي؟ انت لسه جاي من المدرسه دي؟ لا ده وزير التعليم ليه حق بصراحه يقول اللي مش عاجبه التعليم يسيبه، جوده التعليم مقويه قلبه. انا بس عتابي على الوزير ان المدارس المفروض يعني ما يبقاش فيها بانجو. يا سياده الوزير يا ريت يا سياده الوزير تهتم وتطور المدرسه عن كده. مدرسه في شبرا في الساحل بكل خجل اكتشفوا بالصدفه احدى المدارس في منطقه الساحل انها تدار للاعمال المنافيه للاداب. ايه الكلام ده؟ معقوله ده يحصل في مدرستنا؟ حصل. ابتدى يبقى في اصوات كده غريبه. تطلع من المدرسه. كانوا بيستقطبوا الساقطات داخل مدرسه حدائق شبرا داخل الفصول في الدور الاول. خبر ابيض بقى. التجربه عموما ايجابيه جدا 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 ونقلت التعليم المصري نقله كبيره جدا، هيبان تاثيرها في السنتين ثلاثه الجايين. سنتين ثلاثه ايه يا سياده الوزير؟ التجربه دي تحديدا هيبان تاثيرها بعد 9 شهور. ايه ده؟ منهج تكاثر الانسان بتاع احياء ثانيه ثانوي ما بقاش نظري؟ كله عملي دلوقتي؟ هو غالبا الوزير لقى البانجو في المدارس والقعده كده ناشفه، فقرر بدل ما يطور التعليم يطر التعليم. مش خلصنا الكيمياء؟ اشتغل احياء بقى. لا راح زمن تبديل السندوتشات يا جماعه، دلوقتي بقوا بيبدلوا موزس في المدارس. معاك ايه النهارده؟ معايا سماح من شارع 9. تبدل واديك ابتسام من جامعه الدول. هو كل يوم تجيب ابتسام؟ كل يوم تجيب ابتسام؟ وبعدين المذيعه دي سالت سؤال مهم قوي يا جماعه، وفعلا اشمعنى الدور الاول؟ ده ايه السؤال الغبي ده؟ اكيد عشان باقي الادوار بيستغلوها في حاجات هادفه، يعني مثلا الدور الثاني بار اوضه الكمبيوتر عاملين فيها ترابيزه قمار كده على القد. ايه ده احنا بنتكلم على التعليم؟ فين سياده الوزير من اللي بيحصل ده؟ اللي مش عاجبه المدرسه يسيبها. لا نسيبه ايه بقى؟ ده احنا كلنا هنروح المدارس الصبح نلم المنهج ده يابا. محدش قلبه هيجيبه يفوت النقله العلميه اللي انت عاملها دي يا سياده الوزير. الواحد نفسه يرجع لايام ما كان التعليم بس اللي بايظ، مش التربيه والتعليم بايظين. انا مش عارف لحد دلوقتي ازاي الوزاره ما فكرتش تقلب المدرسه
كباريه. تلميذين، اثنين تلاميذ في مدرسة في نجع حمادي بيعرضوا والمدرس قاعد أو وبيتخانقوا معاه أو بيتناقشوا معاه في حاجة بتحصل يعني، بيعرضوا الفيديو بتاع الرقاصة في قلب المدرسة. أهو بصوا شايفين؟ بتوسع كده يا ابني عشان أشوف. عرفت تضرب طرفين في وسطين تمام، ما عرفتش اضرب جبين عادي مفيش مشاكل. ايه يا شردي ما تبطل افترى بقى على الوزير شويه، باين قوي ان هي حصه كمبيوتر يعني وبتناقشوا معاه في حاجه بتحصل. مشغلين البرزنتيشن اهو بيورونا الفرق ما بين راس الوردينه وصافيناز، ولسه في امتحان شفوي بس في اخر الحصه يبقى عن كلمات مهرجان اخواتي. كنت بقول على وزير التعليم ان هو صاحب مزاج عشان بيغير في جدول المدارس كل يوم على مزاجه، لكن ده طلع صاحب مزاج فعلا وعامل مناهج فيها رقص اهو. ايه ده رقص وبانجو في المدارس للدرجات؟ المدارس مهجوره؟ مش المدارس دي يا جماعه المفروض فيها مدرسين؟ فين المدرسين من الكلام اللي بيحصل ده؟ المفروض هم اللي يسيطروا على الوضع. بس يا جماعه ثانيه واحده، هما اللي كانوا في اول الفيديو بينطوا من فوق السور دول مدرسين؟ اللي عرفوا ان الطلبه هما اللي بينطوا. انا تخيلت كده مدرس من اللي هما المفروض يراقب الطلبه يسال الطالب قوم اقف ازاي بتنط من فوق سور المدرسه؟ انا اسف يا مستر مش هعمل كده تاني. لا انا بسال بجد بتنط ازاي عشان عايز اهرب. تاني يوم بقى يجي له بقول لك ايه ما عندكش بنات؟ ايه ده احيه، هو ده التطوير في المنظومه التعليميه؟ بنشرح رياضه وبريك دانس مع بعض؟ ده دلوقتي بقى المدرسين بيهربوا من فوق سور المدرسه والطلاب بينطوا جوه المدرسه وبيتقابلوا في الدور الاول. لا انا لو من اولياء الامور فعلا هغامر واضحي باولادي يتعلموا وسط الكورونا في سبيل التعليم الخطير ده. لا بصراحه وزير التربيه والتعليم مش مخلي الطالب ناقصه حاجه، ناقص بس يا سياده الوزير التغذيه في المدارس تبقى ويسكي والعيال تبدل مع بعض الحشيش بدل السندوتشات. يا جماعه احنا بالشكل ده هنتشال من التصنيف العالمي للتعليم وهنتحط في التصنيف العالمي لسيكو سيكو. لكن بصراحه الوزير اثبت لنا النهارده ان احنا لازم نرجع المدارس في اقرب وقت حتى لو في كورونا، نيجي على نفسنا شويه يا جماعه ونضحي وننزل نستفاد من الثوره العلميه دي. انا عن نفسي مش قادر استنى للصبح ونفسي انزل دلوقتي قوي، بس مستني بس الدور الاول واوضه الكمبيوتر يبدا. اهلا بكم مره ثانيه. الاسبوع اللي فات الاهلي خد برونزيه كاس العالم للانديه بعد ما خد المركز الثالث. بصراحه انجاز بدا يبقى معتاد في الاهلي يعني في البطوله دي. لا انا مش متضايق، لا بجد مش متضايق. ليه يا رب محمود علاء ما كانش سابها لمروان محسن؟ ليه كره زيزو تيجي في الايه؟ طب انا ليه زملكاوي؟ لا انا مش بعيط، ده انجاز الاهلي بس دخل في عيني طرفان. طب على فكره بقى الزمالك لما يوصل كاس العالم للانديه ان شاء الله ياخد الذهبيه. احنا بس مستنيين سنه سهله كده نلاقي فيه بطوله ما يكونش فيها منافس زي البايرن. يعني مثلا مستنيين ان شاء الله برشلونه تاخد الشامبيونز ليج عشان تبقى يعني المهمه سهله، وهو حتى يكون ميسي راح السيتي. احنا اللي مأزم الموضوع معانا ميسي. لكن للامانه يعني الانجاز اللي حققه الاهلي ثمره لمجهود افراد كتير قوي، ان كان في اداره في لاعبين مشجعين، عناصر كتير كانت سبب في ده ولازم نشكرهم على الفوز ده لانه بيمثل مصر.
الأهلي شرف الدنيا كلها. برونزية العالم عام 2021. مبروك لي النادي الأهلي. ومبروك لي أنا كمان لأن أنا أهلاوي بموت في الأهلي. سعيد جدا أنا باللي الأهلي عمله. شكرا لكل نجوم النادي الأهلي. أتكلم عن هاني، أتكلم عن أفشة. كلهم من غير ما يعني من غير ما نتكلم على أسمائهم كلهم. كل الفرحة الفرحة الحياة تستحق. والأهم من دول كلهم عايز أتكلم عنه ولولاه ما كان هيبقى فيه بطولة ولا ليها معنى. هو اللي وصلنا نوصل النهاردة نبقى موجودين النهاردة وبنلعب ونروح كاس العالم. أنا بقول لك أهو بفضل من ربنا ثم بفضل الجيش قوات المسلحة. لا طبعا يا طبعا وفي غيرهم. اصل الخطه اللي حطتها الاهلي دي استحاله تطلع من جهاز فني. اللي يحط في الخطه مروان محسن اكيد هو قائد اركان حرب الجيش. الجيش فعلا كان سبب ان الاهلي حقق حاجه في المونديال. ما هي اللعيبه نازله وخايفه تلبس كباري عشان ما ينفعش حد يلبس مصر كوبري غير الرئيس. انا مستغربك يا احمد والله، يعني الجيش عمل ايه في البطوله عشان تقول كده؟ الجيش قوات المسلحه. لا انت فهمت غلط يا احمد، لما بنقول ايمن اشرف قائد خط الدفاع ده مش معناه انه واقف ورا في ال 18 بالرشاش واكسس رمله. يعني راس الحربه ده مش بيخش في صدر الحارس. يعني انت بتقول ان الاهلي فاز عشان اول حاجه فضل من ربنا، تاني حاجه القوات المسلحه. طب الاهلي نفسه بقى جاي رقم كام معاك في الليسته دي؟ وحتلاقي لو الجيش سبب فوز الاهلي ما كانش طالع الجيش، كان ال 12 في الدوري. وبعدين ايه الفيديو اللي انت طالع منه ده؟ هو انت مخطوف ولا ده فيديو الفديه ولا ده ايه بالظبط؟ انا مش فاهمك يا احمد والله، يعني ليه تنسب فضل حاجه كبيره زي كده لحد تاني؟ لا يا احمد معلش، سبب الفوز كان اولا فضل من عند ربنا، ثانيا اداء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي زحفت ورا ناديها في قطر واللي كانوا بيشجعوا لحد اخر لحظه، لدرجه حتى ان من ضمن المشجعين كان ابو تريكه اللي كان قاعد وسط الجماهير بيدعم النادي الاهلي وبيشجعه. محمد ابو تريكه خان الاهلي وجماهير الاهلي. تقول لي ازاي؟ لان مش معقول. اقول لحضراتكم أبو تريكة خان الأهلي لما ما حضرش المباراة الأولى اللي هي كانت بين الدحيل القطري والأهلي المصري، يعني المباراة الأولى استخبى عمل من بنها. ليه؟ لأنه الراجل هنا قارن مصلحتي فين؟ ما أنا لو حضرت في المدرجات بتاعت الأهلي وسط جمهور الأهلي القطرين هيزعلوا، القطرين هياخدوا على خاطرهم، فده أول خيانة. لا ده هنبعت الكلام ده لنزيفة بقى حكموا فيهم الخيانة العظمى ناو. لا الباز معاه حق فعلا. أنا قفشت أبو تريكة بتفرج على الماتش من البيت فعلا، بدل ما ينزل كده الملعب يعمل له صورهين ولا حاجة مع الأهلي قاعد بيفرج من بيته. ولو أنا من الدحيل برضه ما اسكتش لأبو تريكة، ما هو نزل تويتر بعد فوز الأهلي يبارك فيها للأهلي، يسكتوا له القطريين؟ أكيد برضه روبن خان البايرن وما جاش يدعمهم. أكيد ناوي يحلل على بي إن سبورت وخايف من قطر. القطريين هيزعلوا. القطريين هيزعلوا ليه يعني؟ يعني ابو تريكه خاف من القطريين، وائل جمعه ما خافش. على كده وائل جمعه بقى بيشجع الغرافه. ايه ده هيثم فاروق بيشجع مصلان؟ هو انت فاكر كل الملاعب في العالم زي عندنا يا باز؟ لا. اه انت تلاقيك فاكر الفلوس بتشتري اي حاجه زي عندنا في الاعلام المصري. لا افصل الله يخليك. وبعدين ده لاعب قعد 10 سنين في الاهلي والدوله منعاه يخش بلده، اكيد لاحظ زي كده يعني تبقى مفهومه وعاطفيه. انت بس كان نفسك تشوفه مع جماهير الدحيل وتعشمت وحش صح؟ يا جماعه هو اي حد بيشتغل في بي ان سبورت معناه انه اتجنس وقطري؟ اصل لو كده يبقى ارسن فيجر المفروض يدرب الدحيل بقى. لا مورينيو يدرب الوكره. بس لو ابو تريكه ما حضرش اول ماتش عشان خاين يا باز، طب ما هو بعدها حضر ماتش الاهلي والبايرن عادي، بالرغم ان البايرن عامل عقد رعايه مع قطر ايرويز ومطار الدوحه الدولي. يا ترى بقى كده ايه موقفك بالنسبه له بعد ما اعلن انه هيحضر ماتش الاهلي ضد البايرن وسط الجماهير في المدرجات؟ يعني ابو تريكه الوقت طالع يقول لك انا هحضر المباراه بتاعه الاهلي وبايرن ميونخ وهقعد في الثالثه شمال مع جماهير الاهلي، وقاعد يعمل فيديوهات ويقول هذا الكلام. طب انت لما تبقى موجود في الجماهير وانت راجل معتزل وليك جماهيريتك الناس اللي مخدوعين بيك، فالاهتمام بابو تريكه قد يخطف الاهتمام من المباراه. انا بقول نلغي حاجه اسمها ابو تريكه من الوجود اصلا، اطردوه يا جماعه من البلد خلينا نخلص. اه هو مطرود اصلا؟ اه سوري يا جماعه انا اسف. تهم خيانه عظمى ناو. لا انا واحد من الناس كنت محتار اتفرج بقى على ابو تريكه في المدرجات ولا اروح اشوف الماتش. خليكم في عين اللعيبه. خان الاهلي يعني حضر ما حضرش خاين. ايه بس لما تطلع تشتم ابو تريكه وتبين كرهك ليه من غير ما تحاول تمنطق الاسباب.
حتى لما خلت وخرجت منه جمله بيك جماهيريتك على طول لحق نفسه الناس اللي مخدوعين بيك. طب نعمل ايه يا باز عشان نرضيه؟ نطلعه على الهوا شوط ونروحه الشوط الثاني؟ طيب نعمله كمان على الضيق كده الناس اللي مخدوعين بيك. انت عارف اصلا يا ابو تريك انت لاعب اوفر ريتد اصلا، جايب للاهلي 7 دوري وخمسة دوري ابطال وبرونزيه كاس عالم الانديه، وجاي تحضر ماتش للاهلي في البطوله دي ليه؟ خير يعني ان شاء الله؟ مش شايف اي سبب يعني يخليك تخطف الاهتمام؟ على فكره ماتش الدحيل كان امتع. لا بايرن ايه ده، نادي كده الناس مخدوعين فيه زيك. انا مش عارف ليه يا جماعه الواحد ما يعرفش يحتفل بفوز كروي عادي، ليه دايما لازم نضيف له لمسه سياسيه؟ استنونا. اهلا بيكم مره تانية. السودان من اكتر من سنه ونص وفي ازمه خبز في السودان. العشر ايام الاخيره الموضوع زاد لدرجه ان العيش اختفى من المخابز. موضوع العيش ده كان نفس السبب اللي خلى الناس تنزل تتظاهر ضد عمر البشير، وده اللي خلى الناس تنزل تتظاهر تاني، ولحد تصوير الحلقه دي في 7 ولايات عاملين حظر تجول من اصل 18 ولايه. بس بصراحه يا جماعه في المظاهرات ديت المتظاهرين هم اللي غلطانين. هتقول لي ليه؟ قول لي ليه؟ حد ينزل يتظاهر ضد حميدتي؟ يا جماعه ده مش بعيد ينزل يتظاهر معاكم. انا متاكد لو شافكم ماشيين في الشارع بتهتفوا هيوقفكم يقول لكم مين اللي بيلعب. يا جماعه ده لما مسك اللجنه الاقتصاديه وصل الدولار ل 400 جنيه، يعني الرئيس السيسي عوم الجنيه، حميدتي قلبه دولفين. تقريبا فاكر ان الدولار ب 400 جنيه دي حاجه حلوه. لا الدولار في مصر بكام؟ ب 15. والله عندنا ب 400. هتزود؟ هزود، ما عنديش يا مرحميني. يعني ربنا يستر ومحدش يقول له ان الدولار في لبنان ب 8500، ده ممكن يروح ناو. طب خلاص يا جماعه مشوا حميدتي دلوقتي، هنرجع له. مشوا يا جماعه، والله مش هيمشي لوحده، لازم انتوا اللي تمشوا بنفسكم. ايوه احنا جايين نركز على المظاهرات دلوقتي. الشعب السوداني نزل الشارع يطالب بابسط حقوقه، عيش، بنزين، ادويه. بس كعاده اي دوله عربيه في مظاهرات، ها الاعلام يطلع يقول من السبب. يا جماعة الشعب السبب طبعا. إلى السودان الآن، حيث أعلنت 7 ولايات حالة الطوارئ بعد اندلاع احتجاجات شعبية. مطالب هؤلاء هذه المرة خبز ودقيق. واتهمت السلطات في تلك الولايات عناصر النظام السابق بالوقوف وراء ذلك المخطط. من هي هذه الجهات؟ ما هي هذه الجهات؟ نحن الآن في مرحلة انتقالية، في جيوب من النظام القديم موجودة. هنالك عدد من عناصر النظام السابق ينخرقون في هذه المظاهرات. تسمع ما شغب، ليس هناك أي نوع من التظاهرات. دول دارين يعملوا فتنة، دارين يعملوا انحلال أمني في هذه البلد. أتوا من بعض المناطق الخارجية. سنتغلب عليهم إن شاء الله. ونحن لن 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 نسمح بذلك أيا كان. هناك شبكة خفية أخرى أيضا وأخطر، وهي أخطر، وبالتالي هي تخرج من تحت الأرض. لكنهم بيستغلوا الثغرة الاقتصادية والثغرة الأمنية، بنفوز علينا بثغرتين. مات الثغرتين خلاص، ثغرة اقتصادية وثغرة أمنية، اقتصاد وأمن. بص هو أنت لو عندك ثغرتين في الاقتصاد والأمن هيفضل لك إيه؟ بر الوالدين؟ يا معلم أنت كأنك سايق عربية من غير كاوتشات ودركسيون، كأنك بالظبط بتدير بلدك بحمدوك وحمدتي. وبعدين ليه يبقى فيه ثغرتين؟ طب ما ترقع عليهم، استلف مثلا وخيط على الناشف تمشي. والله يا جماعة موضوع السودان ممكن يكون أبسط من كده بكتير، يعني ليه ثغرتين؟ موضوع عيش ودقيق. ايه يا حاج؟ سنتغلب عليهم ان شاء الله. ايه يا عم مالك صوتك جميل؟ ان شاء الله هنتغلب عليهم. غلبونا في مظاهرات العيش، هنعمل ريمونتادا ونردها لهم في الفينو. ايه يا معلم؟ ايه علاقه ان مفيش عيش انكم تقولوا عليهم نظام سابق ومندسين؟ ليه ان شاء الله؟ هم المتظاهرين كانوا بياخدوا العيش يعملوا منه. ثواني عشان في رام رضوان دلوقتي. هم المتظاهرين كانوا بياخدوا العيش يعملوا منه سندوتشات فلول. والله سهلة يا جماعة، يعني في مشكلة في العيش، الناس بتظهر في الشارع، شوفوا السبب في المشكلة حلوها، يعني مفيش أسهل من كده. مين سبب المشكلة؟ أسعد جدا بضيوفي داخل الاستوديو، دكتورة نضال حسن حسين القيادية بحزب المؤتمر السوداني. هل كل الذي يحدث الآن هل هي فعلا ثورة جياع؟ هنالك أيادي خفية تكره لهذه الحكومة الجديدة أن تتشكل. فهذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة هي ما أول أزمة تمر علينا إحنا كسودانيين. هنالك أيدي تخنق فينا أكثر فأكثر. بعض التجار كانت بتشتري القمح والعيش والسكر وبترميه في البحر. ده بخت السمك والله.
تاجر ايه اللي يرمي سكر في البحر ده؟ ده كان تاجر جمال صح؟ يعني انا اعرف اللي بيرمي همومه في البحر، لكن اول مره اسمع عن موضوع السكر والعيش ده. بعدين اللي يرمي قمح وعيش، ما العيش حضرتك بيتعمل من القمح، يعني ليه يعجن ويخبز ويدفع فواتير غاز ومايه وكهرباء وبعدين يستنى العيش يطلع وبعدين يرميه في البحر؟ طب ما يرمي القمح على طول. انا متخيل كده الفران اللي عايز عيش كايزر، ايوه استنى يا هاني عوامتك معاكي توكلي على الله، يلا فين ابو خمسه بلدي وثلاثه فينو؟ استنى قول لي الاول مقاسك كام؟ مايوهك معاك اتفضل. وبعدين ايه ده؟ ثانيه واحده ثانيه واحده، سكر ايه يا جماعه اللي بيترمي في البحر؟ ما هو موجود في الاتحاديه وزي القمر اهو. ازيك يا ريس؟ عسل والله. لا بقول لكم ايه يا جماعه، هتقلشوا هنجيب ناس من بره السودان بتفهم تقول لنا ايه السبب في اللي بيحصل ده. بتفهم يا جماعه؟ ده هو الوحيد اللي بيفهم. لا انا في الامور اللي زي دي بصراحه بلجا لواحد بس، هم مفيش غيره يا جماعه، بس ثواني بس عشان الدكتور كاتب لي على ملواني كانسليشن في الامور اللي زي كده. وبدات المجاعه في السودان. الامور خارجه عن السيطره في السودان، يعني في عهد عمر البشير كان ممكن تقف طابور ساعه ولا ساعتين وتحصل على الخبز. الان لا يوجد خبز اصلا، كان في عهد عمر البشير بجنيه واتنين جنيه، الان اصبح بعشر جنيهات رغيف الخبز. الدولار عمر البشير ترك الدولار ما بين 50 جنيه سوداني الى 60 جنيه سوداني، الان الى 400 جنيه سوداني. كانوا يقولون عمر البشير سرق البلد ونهب البلد، لكن نار الكيزان ولا جنة الشعير، يعني الدولار طالع والجنيه استنى نهار. وحميدتي ما عرفش ايه ظروفه، ودخلنا في مرحلة الجياع، وهذا يؤدي الى قيام الحرب الاهلية، ينشأ القتال والحرب مع الاسف الشديد. طلبها حرب اهلية؟ تمام الحمد لله. ايه عايز تخربها؟ لا طبعا لازم يبقى في حرب اهليه، هم اللي غلطانين. لو كانوا فضلوا تحت الحكم الاسلامي بتاع عمر البشير اللي قسم بالسودان وفقرها وجوعها كانوا زمانهم بياخدوا رغيف العيش بجنيه. بشير ايه يا ملواني؟ ده بشير التابعي لو كان ماسك السودان كان هيأدي احسن من كده. باقصى استثمار استثمره نظام البشير في المواطن السوداني كان حميدتي. طبعا يا حميدتي انت بتدور في جيبك دلوقتي على فلوس عشان الاستثمار؟ لا انا بتكلم على الاستثمار في البشر. لا ده غير التجاره في البشر. مش فاهم حاجه انا اسف. بعدين حرب اهليه وثوره جياع الاثنين، يعني دلوقتي الناس كلها جعانه ليه خليتهم يحاربوا بعض؟ ده كده فيلم رعب مش ثوره جياع. بعدين لو الناحيه دي كده هيبقى في ناس عايزه عيش، الناحيه الثانيه هيبقى مين؟ دكاتره الدايت؟ ده تعالى الكلمه ملوها دي، ده انت صوره حمدوك اللي وراك ما كانتش بتصدق اللي بيتقال. بس بصراحه يعني ما بيني وما بينك يعني انا فخور بيك ان انت ما جبتش اخيرا بقى يا اخي سيره الاغتصاب والحاجات دي كلها. يا شكل نصيحه اخيرا بدات تاثر فيك زي نشاه الديه كده. لا انا فخور بيك يا ملواني، لاول مره من 3 سنين ما تجيبش بقى سيره الاغتصاب او التحرش في البرنامج بتاعك، خصوصا يعني اخيرا احترمت الشعب السوداني. قلت لكم انه ثوره السودان للاسف هذه ثوره الاغبياء، ناس قامت بثوره واعطتها للشيوعيين. احنا في مصر ثوره الجهله، يعني احنا ايه الفرق بين الثوره المصريه والثوره السودانيه؟ الثورة المصرية تشبه المرأة المغتصبة، الثورة السودانية دي يعني ولا مؤاخذة راحت سلمت نفسها لل يعني هي اللي ذهبت بقدميها وقالت له تعالى. الله العظيم يا رب. وقعدت تقول له تعالى تعالى على راس الحكم دردحها وتعالى، مفيش أبدا. بتقعد قد إيه؟ بتقعد قد إيه؟ لا قصدي في المنصب 20 سنة؟ كتير يا أخويا، قسمها أربعة. طيب قسم اربعات وانقلب عليا. ايه ده؟ ايه يا ملواني؟ هو انت بتتفرج على الثوره على نتفليكس؟ انت عندك مليون تشبيه، في ارض جو بحر طير زرع خيل اي حاجه، انت ليه كل تشبيهاتك اغتصاب؟ ولا انت كلمه الثوره دي بتسيرك؟ ما تقدرش تقاوم انت؟ ها؟ انت ما ينفعش تحكي قصه طبيعيه خالص من غير ما تتكلم على الاغتصاب والتحرش؟ يعني انا متخيل كده لو هو بيحكي قصص لاطفال قبل النوم، هحكي لكم النهارده يا اولاد قصه السندريلا. الساعة جت 12 بالليل، جت الأميرة تجري، الأميرة اغتصبها. ها عندنا إيه تاني؟ سنو وايت والأقزام السبعة، الأقزام اغتصبوها. اللي بعده علاء الدين أكيد اغتصب ياسمين. العفريت؟ إيه اللي جابنا لهنا؟ يا جماعة ملواني ست إيه اللي اغتصبوها؟ على فكرة يا ملواني أنت ممكن تقول وجهة نظرك من غير ما ترشق البراوزنج هيستوري بتاعك. خلاص يا جماعة مشوق مشوق يا جماعة. لا برضه أنتوا لازم تمشوق، هاتوا لي واحد من نفس الليفل بتاعه. طب ماشي حمدتي حمدتي احنا كنا فين؟
مظاهرات العيش. طيب حمدتي ركز معايا، بص دلوقتي يا حمدتي في ازمه ووضع صعب في السودان. لا مش هيفهمني يا جماعه، بصوا انا بقول حطوا له الترجمه تحت. يلا حمدتي، دلوقتي حال البلد صعب، الناس مش لاقيه تاكل، الدولار اللي انت كنت المسؤول عنه وصل 400 جنيه. عارف يعني ايه 400 جنيه؟ يعني في رقم واحد، في اتنين، في تلاته، في اربعه، لحد 400. انت بتعرف تعد ولا لا؟ والله دولارنا مفروض مش 60 جنيه، والله مفروض دولارنا يصل 15 جنيه. نحن مفروض لو اشتغلنا بالكلام اللي بنقوله الليله الدولار بالكثير 80، ومفروض يكون 60، لان الدولار ده ما في حاجه تخليه يصل 150. البلد بتمرق، انا بلدي ما خايف عليها والله، دولار الان ب 250، لكن انا ما خايف عليها. كده بلدي ما بتمشي، كده الوضع ده ما بيمشي. احنا دايرين كحيله، والله انا بقول عمينا. حمدتي انت لو قاصد تشتغل معايا مش هتقول كده يا حمدتي، ده انت لو شفت جدول الضرب مش بعيد تجري عليه وتضربه. انا متاكد كل يوم كده بتيجي المكتب تقول لهم ها يا جماعه حد معاه رقم الدولار نكلمه. تخيل كده لو رحت مطعم وراجل قال لك ها هتدفع كاش ولا فيزا، تقول له الله يسامحك. لا ده بجد يا جماعه، حمدتي لما بيشتري حاجه والبياع بيجي يديله الباقي، شكرا يا زول، ما بناخدش فلوس من حد. يا حمدتي لو سالتك تلت التلاته كام؟ لا دي صعبه عليه بصراحه، ده ياسمين صبري ذات نفسها ما عرفتش تحلها. حمدتي انت لو رحت امريكا تشوف ايه موضوع الدولار، هتدور على برج ايفل. يا حمدتي الدولار شنو؟ خلي بالك الدولار ده مش حاجه بتتاكل، ده ايه الارقام اللي انت عمال تقولها دي؟ لا حد يفهمه يا جماعه، الدولار ده مش بيتوزن. انا خايف اقول لك ان في حاجه اسمها الاحتياطي النقدي تفتكره بخمس تبديلات. وبعدين معاه حق بصراحه يا جماعه، يعني مش احنا بنتعامل بالجنيه؟ وعمله السودان الجنيه؟ ايه دخل الدولار؟ طبعا لو كلمتك على العجز النقدي مش هتنام، هتقلع لهم في البنك. خش نام، خش نام انت يا حمدتي. بص لما احتاجك هبقى اجيبك على كاميرا اتنين هنا. لكن بعيدا بقى يا جماعه عن التهريج وعن اللي قاله حمدتي، بس من شهر كده المجلس الانتقالي في السودان المكون من البرهان وحمدتي وحمدوك سابوا كل مشاكل البلد وراحوا طبعوا مع الكيان الاسرائيلي، دفعوا فوق ال 300 مليون دولار لامريكا. الناس تقول لهم يا جماعه في فيضانات مش هنلاقي اكل، يقول لك العقوبات بس تتشال وكله ان شاء الله هيبقى تمام. طب اثيوبيا بتقتل شعبنا وبتزرع في الارض، استنى بس في تطبيع تحفه بيحصل دلوقتي. طب الدولار بيقع، حمدتي يا معلم ماسك مكنه الفلوس وعمال يحط فيها بسله بالجزر. يقول لك السلام، ده اهم حاجه السلام، اهم من كل شيء. وفي احسن من التطبيع؟ يعني غريبه يا جماعه، يعني بعتوا مبادئكم مش عارفين تبيعوا للناس عيش. طب يعني على الاقل البشير كان مضيع البلد، بس كان راجل فرفوش كده وبيطلع يرقص، لكن تبقى البلد ضايعه واللي ماسكها حمدتي. لكم في عون السودان. خلوهم. اهلا بكم مره ثانيه. الاسبوع ده حصل حدثين كبار، واحد في لبنان وواحد على المريخ. مسبار الامل الاماراتي اخيرا وصل فضاء كوكب المريخ، اول مسبار عربي يوصل لمدار المريخ بعد رحله قعدت 7 شهور. طبعا حدث عالمي وعلمي يحترم، مبروك لكل عربي شارك في الحدث العلمي الكبير ده، ومبروك طبعا لدوله الامارات انها قدرت تخلينا نعرف اجابات لاسئله كتير ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نسالها. النهارده يعني مسبار الامل الاماراتي وهو اول مسبار عربي يصل الى مدار كوكب المريخ، بشرى خير وفرحه جديده ولحظه فارقه في تاريخنا. ايه الفرق بين دور هذا المسبار وده الخامس صحيح والاول عربيا، ايه الفرق بين دوره وبين دور باقي مش عارفه جمع مسبار ايه بصراحه. باقي اللي هي هم الخمسه الباقيين دول يا اسطى. ايه يا لميس بتزنوني نفسك في الاسئله ليه؟ مسبار على وزن مسمار، فها يلا مع بعض والله نجمع. يلا يلا او حطها مثلا في اغنيه، يعني مثلا بفتنا تعاشر المسابير مسابير تع اي حاجه في كذا حل. توهي يا شيخ قولي مثلا طب جمع مريخ ايه؟ هو جمع مريخ ايه فعلا؟ يا لميس سهله والله، مسبار جمعها مسابير، وده للبحث العلمي يا جماعه. لو في مسبار لحاجه ثانيه، يعني مثلا في مسبار للطعام مثلا وعايزين نجمعه هيبقى سهل خالص، يعني جمع مسبار مسبيره. هو فعلا هيبقى على شكل احمد موسى. خلاص يا جماعه مبروك، الحمد لله مسبار الاماراتي
كانت حاجه عظيمه، ونتمنى كل العرب يحتزوا بالانجاز العلمي اللي عملته دوله الامارات على كوكب المريخ. حمدتي، المريخ ده غير المريخ السوداني اللي الاهلي كسبه 3-0 في القاهره من يومين، ده مريخ وده طب يا جماعه نروح لموضوع الفقره النهارده. لبنان، زي ما لبنان كانت اول دوله يظهر فيها حالات كوفيد 20 وبقت اكتر دوله عربيه عندها حالات كوفيد 19، فالحمد لله لبنان الاسبوع ده كانت من اوائل الدول العربيه اللي تلقح شعبها ضد الكورونا. يعني تقريبا بقالنا 5 مواسم اول مره نفرح بخبر جاي من لبنان. ورونا يا جماعه بقى اللقاح، ورونا الاخبار السعيده اللي اخيرا جت من لبنان. طلائع لقاحات كورونا وصلت الى بيروت. طياره يلي بتحمل على متن لقاح فايزر المضاد لكوفيد البغيض. نحن اليوم بصدد حفل اعلان الرسمي للحمله الوطنيه ضد لقاح ضد وباء كوفيد 19. يتلقى اول مواطن لبناني هذا اللقاح. دكتوره فيك تعطينا وشك شوي اذا سمحت؟ ايوه ايوه هي 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 يا نفس يا معالي الوزير لحظة شوي شوي. أيوة 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 معالي الوزير. لا طيب يعمل الطعم كيف بده يطلع فيك؟ معالي الوزير أرفس بالأرض معالي الوزير. لا لا يا سيادة الوزير ما خدناش اللقطة، معلش ادي لها اللقاح تاني واحدة بقى في العضل عشان عشان تنتشر اسرع. بس هو انا بقى وانت مش واخد بالك؟ ايوه انتوا لو بتطهروا الكورونا مش هتعاملوها كده. لا والصحفيين مش بيتعاملوا مع الوزير كانه بيدي لقاح، بيعاملوه كانه سايس بركن عربيه. لو ارجع ورا فاضيه ورا يا سياده الوزير، ظهرك يا نرسي لو سمحتي، ظهرك يا عروسه. ارفص بقى يا سياده الوزير، يلا كل الوزراء يمسكوا ايد بعض سيكو فيد، اللي هو نفسهم يظبطوا الكادر فطلعوا الكادر الطبي كله من الصوره. أو الملواني لو شاف المنظر ده فبيختصب الكورونا. على فكرة كل الدكاترة والنخب السياسية في البلدان الحمد لله تلقحوا بلقاح فايزر، إلا الرئيس طبعا اتلقح بشاي 50. لا يا سيد سعد أنت مش بتتلقح، أنت بتلقح على طول. لا بس بصراحة يا جماعة خطوة جميلة، ربنا يحفظ أهلنا في لبنان، يا رب العالم كله يا جماعة يتلقح ما عدا الأحسن. لا مش بادئ عليه، أنا أصلا شاكك أصلا هو ده الكورونا، اكيد مش هيحتاج لقاح يعني. بس خلاص يا جماعه يا ريت بقى الاعلام اللبناني يبطل شغله ايه جروب العيله ده والتخويف ونظريات مؤامره والحاجات دي كلها، ويستضيف بقى ناس بتفهم ويشرح للناس اماكن ومواعيد اللقاح بالظبط. غسان رحباني اهلا وسهلا فيك، بنهاركم سعيد وبالال بي سي. بتاخذ الفاكسان برا لبنان ولا بتنطر ليوصل؟ ما بدي انا هلا ازعج الناس، انا عندي نظريه بالنسبه للفاكسان. لما يفرجوك بايدن عم بيعمل الطعم ماني انا اكيد شو حاطين له، اذا مي ولا عم بيعمله مين بياكد لي؟ انا اكيد الطعم اللي عم بيوصل لاسرائيل غير الطعم المضروب للعرب وللبنان. لكن الكره الارضيه بدها تنقسم قسمين مثل حرب، ناس مع الفاكسان ناس ضد الفاكسان، رح توصل لحرب هالقد بده يصير في ميليشيا ضد الفاكسان وتظهر برات النورم تبع القانون المحطوط من قبل الشياطين الذين يحكمون الارض. فانا انسان بلبنان رح اكون من حاملي لواء ضد الفاكسان. ما رح تاخده ابدا والله، بص لو الكورونا بس رجلي كده، لو عملوا لي خصم على كوفيد 19 وخلوه ب10 ابدا والله ابدا. ما باخدش لقاح من بره البيت استحاله، ما باخدش لقاح غير من ايد الست الوالده ومراتي. ايه يا عم الابوره دي؟ الناس كلها تحارب بعض ليه والاسم فرقين؟ هما بيتخانقوا على لون الفستان. وبعدين بايدن هو بياخد الحقنه مش عارف ميه ولا لقاح؟ ما هو برضه بيبقى غلطان، اللقاح احسن اعتقد. بعدين مش انت فاهم غلط، لا مش كل اللقاحات زي اللي بياخدها يوسف علونا، دي ميه ودي ميه تانيه. وليه يحصل حروب؟ هو اي حاجه بتحصل في لبنان بتروح الاثنين بيطبخوها، يا اما حزب الفاكسان اللبناني او التيار الفاكسان الحر. شكلك من جماعه فاكسان باسيل، عارف؟ بعدين يا عم سهله، الناس هتنقسم اثنين، ناس حره تاخد الفاكسين وناس حره مش عايز تاخد الفاكسين. ده في ناس هتتلقح بشوربه العدس، سهله يا معلم. ليه بقى شغل بايدن واسرائيل والكره الارضيه هتنقسم اثنين؟ لا انت مش عشان حد في عيلتك عمل الحان للسيده العظيمه فيروز تطلع تفتي كده في اي حاجه. بص كده يا عم، اخيرا الحياه ترجع لطبيعتها يا اخي. ده اخيرا الواحد هيطمن على اهلنا في لبنان، دول كانوا اعلى بلد عربي بحالات الكورونا. يا الحمد لله يا اخي، لكل اهلنا لكل من هو تحت سماء لبنان الحمد لله.
لبنان لسه بخير. لبنان سيلقح 3 مليون لبناني. آلية توزيع اللقاح باتت شبه جاهزة بهدف توفير مناعة مجتمعية. سنعمل على أن تكون اللقاحات موزعة بشكل عادل وشفاف، وخاصة عند الفئات المستهدفة. فماذا عن الجنسيات الأخرى؟ المنظومة الدولية بدها تجيب 1 مليون لقاح للبنان. هل لقاحات النسحين رح تكون جزء من ضمن حصة اللبنانيين؟ إنه هيدا اللقاح نحن عم ندفعه من جيبتنا، ليش بده يروح للنازح السوري؟ أنا ماني ضد إنه يجيبوا هيك، بس أنت يا منظومة دولية طلعي بلبنان بالشعب اللبناني. بلبنان في قرابة 1.5 مليون من النازحين السوريين، والمفارقة إنه أرقام عدد الإصابات بالفيروس من بينهم عم بتكون متدنية، فشو هي الأسباب؟ تعارض النازحين السوريين بالمناطق الريفية بالمخيمات لأشعة الشمس، هن بتأمل لهم نوع من الفيتامين دي اللي أمنت لهم وقاية من هالمرض هيدا. أنت هتقولي لي؟ ده حضرتك صحتهم بوم. كورونا تقل عند اللاجئين، دول قاعدين طول اليوم في الشمس يعبوا فيتامين دال. ده الصحة والنشاط كلها في مخيمات اللاجئين. طب أقول لك على حاجة، البرتقال لما بيعيا بيعصر لاجئين كده ياخد منهم فيتامين سي. بعدين مش هما جم مشي من سوريا؟ المشي ده إيه؟ ما هو رياضة. صحتهم فلة يا فندم فلة. الغربة والنزوح دول بيولدوا معادن أصلا. الجوع مديهم مناعة. الحزن والبعد عن الوطن فاكسين لوحده. يا جماعة أنتوا فكرين خيام اللاجئين دي إيه؟ دي كامب كشافة في الحمرة، صحتهم ولا بجرامي. بعدين بالعقل كده معاها حق الست دي بصراحة، ده ما ماتوش بالكيماوي في سوريا هيموتوا بالكورونا. بقول لكم إيه يا لاجئين، عايز لقاح هوديك عند بشار رورانيوم بقى وبتاع، أنت عارف حتى دي فيها عنصرية. يعني المشكلة الاقتصادية قلتوا اللاجئين، مشكلة انقطاع الكهرباء اللاجئين، المظاهرات لاجئين، كل مشاكل البلد لاجئين. ده المفروض ردا للجميل إنكم شايلتوهم كل مشاكل البلد على ادوهم لقاح تعيشوهم، حتى لو حصلت مشكلة تانية بعد كده تعرفوا تلاقوا حد تلبسوها فيه. يعني زي ما تلقحتوا ضد كورونا عشان تعيشوا، نتمنى ان انتوا تلقحوا بشوية انسانية وتسيبوا غيركم يعيش. في نهاية الحلقة، لو بتتفرج على الحلقة دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي تحت الفيديو ده. اشترك في قناة جوشو على اليوتيوب وفعل زر التنبيهات. تصبحوا على خير، اشوفكم الاسبوع الجاي.